فيقول عليه الصلاة والسلام محذرا: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ انظر هذا التدرج في الإفساد والهدم. التفكر في السماوات والأرض يهدي العبد إلى ماذا كما تقدم قبل قليل؟ يهدي العبد إلى إدراك عجزه عن إدراك صفات الخالق وكمال الخالق وعظمة الخالق، لأنه إذا كان عن إدراك كن المخلوقات عاجزا فمن باب أولى أن يكون أعجز عن إدراك من خلقها. ولهذا يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما كان يخوض في الكيفية، كيفية الصفات، فقال له: دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، فإن أدركنا كيفيتها انتقلنا إلى كيفية من خلقها، وإن عجزنا عن كيفيتها فنحن عن إدراك كيفية من خلقها أعجز. هذا معنى كلامه. قال الله يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففتح الغلام فهمه، ما يعرف يقول شيئا. قال: أنا أهون عليك، ملك له 3 أجنحة، كيف يطير بها؟ فكف الغلام وانقطع. فإذا كان الإنسان عاجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات فكيف به يتجرأ في الخوض في كيفية من خلقها سبحانه وتعالى؟ فالنظر في المخلوقات يهدي العبد إلى تعظيم الخالق وإدراك عجز المخلوق عن إدراك كيفيات صفات الخالق سبحانه وتعالى. لكن الشيطان لما يأتي بالوساوس يعكس القضية ويحرم العبد من الاستفادة من هذا النظر والتأمل في المخلوقات، فيقول، يلقي الوساوس: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ يقول الله، يقول: من خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله 3. آمنت بالله ورسوله، لأن هذا السؤال هدم للإيمان، هدم للإيمان. فالواجب على العبد في مثل هذا المقام أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يقطع هذه الوساوس لا يسترسل معها، وأن يقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. وهذا الإيمان بالله ورسوله هو العصمة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان وما يلقيه في الصدور. نعم.